هل سبق لك أن تساءلت عما يحدث لعبوة المياه البلاستيكية التي بعد أن تروي عطشك ترميها بعيداً؟ في كل دقيقة ننتج ما يقرب من مليون عبوة بلاستيكية في جميع أنحاء العالم، وهذا العدد آخذ في الازدياد. تعد محيطات العالم حالياً موطناً لما يقدر بنحو 150 مليون طن متري من النفايات البلاستيكية. لأجل التخفيف من آثار التلوث البلاستيكي، تذكر في كل مرة ستستخدم فيها عبوة المياه البلاستيكية أن تضع في اعتبارك التأثير الطويل الأمد. القرارات التي نتخذها اليوم ستحدد صحة كوكبنا للأجيال القادمة. فكر قبل أن ترمي هذه العبوة، لأن كل قطعة من البلاستيك لها عواقبها.